أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ
صدق الله.